أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل الأولى أن أحج حج الفريضة مع الزحام الشديد وأسقط ثلث الحج عني، هل الأولى أن أحج حج الفريضة مع الزحام الشديد وأسقط ثلث الحج عني، أم أمكث في بلدي أعبد الله وأتصدق، وهل بذلك يسقط الحج عني مع استطاعتي عليه؟ لا، واجب عليك تحج ولو مع الزحام، ما دام فريضة الواجب عليك تحج وتتوكل على الله ويعينك الله عز وجل. ولا إنما كلامنا عن النافلة، أما الفريضة لا، يبادر الإنسان بالحج. نعم.